59% des e-commerçants. Enfin, pour créer de nouveaux métiers, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec le président. Vous avez... Allez, merci pour l'invitation, merci Olga. النسخة الرابعة عشر من منتدى رقمنة وتحت عنوان التجارة الإلكترونية محرك التحول الرقمي والشمول المالي والتنمية الاقتصادية، وسوف نتطرق إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في تحول الاقتصادات الحديثة، حيث تقدر سوق التجارة الإلكترونية في الجزائر بأكثر من 1.5 مليار دولار، وقد تم تجاوز عتبة 18 مليون بطاقة دفع متداولة. لذلك ننتظر التجارة الإلكترونية اليوم رافعة استراتيجية.